اكسحت معارك بيارك هات نوح والقلم مثل الصديمه يعن خيولها في خيالي ملحمت وصف معرق بالطموح دارت الاحداث في واقعه بقولها الهدف دونه ترى الموت وفرسان وصروح جادل يرهبها للعشق لمحت سولها جامعه جسم مخصر على وجه سموح واجتمع فيها بعد ساسها وصولها اذا ما شيخ من اسمه فدت بنته جموح اتعبت كل الرياجل ما وصولها لقبلت كان النفل ريحته منها تفوح والعرب يوم اقبلت كلهم فزولها ضيقت صدر البني تذخ كل والمدوح مثل ضيقت خصرها اللي زها مدولها ولا سلم منها الذي تايب توبة نصوح ضيعت توبة بعدها ولا هو حولها وكم شجاع من عزومه باغت نفسه تروح ما قدر ينطاح سهوم الهوى من هولها يا عرب لجي توصف حلاها ويش ابوح حاية تتعبها للوصف عرفونها كل موحيل الحمام على الأغصان نوح القريح في خيالي حضر برسولها واقبلت خيل القوى في بعيدة الشبوح والحرايب وسط فكري تدق طولها المرق ساحت معارك بيارك هات نوح والقلم مثل الصديمة يعن خيولها في خيالي ملحمت وصف معرق بالطموح في واقعه بقولها الهدف دونه ترى الموت وفرسان وصروح جادل يرهبها للعشق لمحت سولها جامعه جسم مخصر على وجه سموح واجتمع فيها بعد ساسها وصولها اذا ما شيخ من اسمه فدت بنته جموح اتعبت كل الرياجل ما وصولها لقبلت كان النفل ريحته منها تفوح والعرب يوم اقبلت كلهم فزولها ضيقت صدر البني تذخ كل والمدوح مثل ضيقت خصرها اللي زها مدولها ولا سلم منها الذي تايب توبة نصوح ضيعت توبة بعدها ولا هو حولها وكم شجاع من عزومه باغت نفسه تروح ما قدر ينطاح سهوم الهوى من هولها يا عرب لجي توصح حلاها ويش ابوح حاية تتعبها للوصل ما عرفونها.